اشوف يا جماعه المقام عندي واعمل ايه؟ اسويه بالصفر واشوف ايه هي القيم اللي تخلي المقام ده بصفر. المقام عندي عباره عن اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 10، مقدار ثلاثي اسويه بالصفر اهو. احلله الى افك المقدار الثلاثي، احلله الى 2 اكس واكس، رقمين ضربهم 10 ومجموعهم 7. 5 و2 كلهم موجب. 5 و2 كله ما شاء الله عليك يا عبد السلام موجب. الاكس هتساوي كام وكام؟ بدون ما احبك يا جماعه. سالب 2 وسالب 5. اما سالب 5 او سالب 2. اعكس الاشاره على طول، اعكس الاشاره، اكتب يساوي سالب 2 وسالب 5. والحل عندي اللي هو رقم دي سالب 2 وسالب 5. طيب. شوف كده اللي بعده. ابسط اهو بكل بساطه العباره دي يا جماعه. طبعا هو اختياري. أربعة وعشرين بي إن على 18 بي تربيع. اختصر بس مع بعض، اختصر يا جماعة. يلا البي حتكون تحت، حتكون في بي تحت، البي تروح مع التربيع، تمام كده؟ بي مع التربيع يا جماعة. طيب بعد كده إن الوحدة أنت رسم على الستة فيها الأربعة، الستة فيها الثلاثة، يبقى فوق بقى لي أربعة بس، وإن زي ما هي مختصرة وتحت 3 ال بي. ماشي يا شباب، احنا عملنا هنا ايه؟ اول شيء اختصرت الارقام 24 و18. في واحد يقول لي اختصرها مثلا اقسم على الاثنين او اقسم على الثلاثه او اقسم على السته، ايهما احسن؟ الافضل لنا السته. قصاد الافضل الاكبر عشان افكها لاقل شيء، اللي هو القاسم المشترك الاكبر. اكبر قاسم مشترك. لو انت مش عارف تجيبه ازاي يا شباب، قاسم مشترك اهو، تعمل ايه؟ تقول له هنا ال 24 وال 18 اهي، اختصر زي ما قلنا قبل كده عشان اجيب القاسم المشترك يا جماعه عليهم. واحد فين؟ طيب 24 وهنا 18، اختصر اقسم مثلا على الاثنين فيها 12 فيها 9 على 3 وعليك السلام وبركاته، فيها ال 4 وفيها ايه يا جماعه؟ 3. ينفع يا جماعه اختصر ثاني؟ ينفع اختصر ثاني يا شباب؟ لو بجيب القاسم اقف لحد كده، فهو ده القاسم يا جماعه. ايوه، اما المضاعف اكمل. أما لو حبيت اجيب المضاعف اكمل، اقسم مره على 3 مره على 4. واضح الدنيا؟ سعد تمام، عشان تفرق بين الاثنين يا جماعه. انا هنا عايز اجيب القاسم قلت اهو، هو اللي هو ايه؟ 6 اختيار رقم 4. رقم سي يا جماعه، 4 ان على 3 بي، ده اللي هو الايه؟ اهلا وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. هلا سعد. يلا يا جماعه نحن الله يساعدك في حالك. استاذ اضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت. قبل ما اضرب واتعب نفسي في الضرب واجيب ارقام كبيره، اختصر احسن، احاول احلل وابسط. ايه صح، اقدر اختصر اول شيء. اول شيء مثلا هو بيقول لي 6 ايه زائد 12. اعمل فيها ايه؟ 6 مشترك. 6 مشترك، يبقى لنا هنا ايه زائد 2. جميل، ظهرت تحت ايه؟ دي موجوده تحت. على هشيلها، هنشيلها حالا اهو، 10 فوق وتحت ايه زائد؟ استاذ اقدر اختصر الخمسه مع العشره، اختصر الخمسه مع العشره فيها 2 فوق، 2 فوق، والايه زائد 2 مع ايه زائد 2؟ 2 مع زائد باقي لك فوق مين؟ 12 2 في 6 في 12. ماشي ماشي يا عبد السلام، اخد الحته دي يا عبد السلام. هنا علامه ايه؟ ضرب اهي، ضرب، اختصر عادي، لكن جمع وطرح لا. يبقى يا جماعه الصح عندي 12 هو الرقم فين؟ نرفع اللي بعده. اللي بعده برضه سؤال كويس. استاذ عادي اقدر اختصرها وهي هنا. ابسطها يعني تقصد؟ تبسيط؟ ايوه اقدر ابسطها وهي زي كده. هي دي يا جماعه عباره عن كسر مركب. كسر مركب، الكسر اللي فوق اللي هو البسط اللي هو ده كده. والثاني ده مقام اهو. بينهم علامة القسمة. للتوضيح يا شباب. اقدر اكتب الكسر الأولاني ثم أخلي القسمة إيه؟ ضرب ثم أقلب الكسر الثاني. أنا هجيبها معاك بالتفصيل واحدة واحدة، ماشي؟ واحدة واحدة. بالأول هقول له إيه؟ 4 سي تربيع ناقص 36 على 8 سي تربيع ناقص 24 سي. اسمه مش حاجه كده خالص اهو، قسمه زي ما هي.
بكتب الكسر الثاني زي ما هو 12 سي زائد 36 على 2 سي تربيع ناقص 6 سي. جميل. بعد كده اعمل ايه يا شباب؟ اقلب ضرب واقلب المقام بس. ايوه المقام في الثاني بس الاول زي ما هو. بس وانا بفك يا جماعه بعمل كده ايه؟ وانا بشتغل هفك الايه؟ البسط والمقام. اللي فوق ده يا جماعه ده 4 تربيع ناقص 36 تحلل ازاي؟ احلله ازاي؟ 4 سي تربيع ناقص 36 استاذ 2 سي وناقص 6 او زائد 6. طب احنا نصعبها على نفسنا ليه؟ ما ناخد الاربعه مشترك بره. الاربعه مشترك إيه هيتبقى لك ايه؟ لو خدنا 4 سي تربيع هيشوف 4 يبقى لك سي تربيع ناقص 9. فده انت حلله يا جماعه. ده يتحلل. ايوه يتحلل. هيبقى ايه؟ سي ناقص 3 وسي زائد 3. 3 نيجي للمقام 8 سي تربيع ناقص 24 سي. اخذ المشترك بينهم اللي هو مين؟ بالنسبه للارقام 8 استاذ 8 سي وايش؟ 8 والسي نفسها 8 سي ناقص 24 سي. ايه 8 8 في 3 ب 24 هنا خدنا سي يا جماعه بقول لك سي واحده هيبقى معايا سي واحد طرح 3 بس خلاص. عايز تاكد من حلك اضرب ثاني 8 سي في سي ب 8 سي تربيع 8 سي ضرب 3 ب 24 سي. اللي بعده يا جماعه نعمل علامه الايه؟ بدل القسمه ضرب. واضح؟ واقلب الكسر يا شباب. يعني المقام ده المقام ده هيطلع فوق وفكه هو فوق يا شباب. بس هاخد 2 سي مختصر. خدنا 2 سي مشترك. يتبقى لك هنا سي واحده. وستة اسم اثنين ثلاثة ناقص ثلاثة سي مع سي راحت. نيجي للثاني يا جماعة 12 سي زائد ستة اللي هو ده تاخد ال 12 ناخد ال 12 تمام. يتبقى لك هنا ايه؟ سي زائد كام؟ سي زائد ثلاثة. ثلاثة جميل جدا يا جماعة ما شاء الله عليكم. اختصر بس اختصر. شوف مثلا الأرقام 4 ضرب 2 ب 8 روح مع 8 طيب سي ناقص 3 مع سي ناقص 3 سي زائد 3 مع سي زائد 3 مين باقي لنا يا شباب؟ السي كمان اهي باقي لنا فوق سي ناقص 3 وتحت 12 السي اهي نشيلها مع السي كمان سي مع سي فوق سي ناقص 3 وتحت 12 12 بس ايه رقم كام؟ رقم ايه؟ ليلي دي كانت الواجب يا جماعه فقط يعني حاجات سهله ايه؟ طيب ده كل ده برضه مش هو اللي عبد السلام عايزه انا عارف لكن هيجي دلوقتي عبد السلام انت عايزه كله ما يقلقش. قول لي اوجد ايه؟ اوجد ال سي ام لكل المميات 10 اكس تربيع 30 اكس واي تربيع نعمل ايه؟ اول حاجه اسوي الطريقه اللي هي 10 فناخذ 30 على طول بالضبط الفكره اذا كانت من مضاعفاتها اخذ الاكبر على طول. ايوه فكره جميله جدا يا جماعه. لو عندك رقمين واحد فيهم ومضاعفات الثاني خد الكبير على طول شرطه. عندك مثلا رقم عندك 3 وعندك 9 خد 9 مباشره. طب عندي هنا 10 وعندي 30 على طول اخذ 30 مضاعفات ال 10 اخذ 30 يا جماعه. لا حد يقول لي اخذ 10 في 3 ب 300 لا. طب بالنسبه للرموز اخذ الرمز اللي هو اخذ الاكبر من كل شيء الاكبر هنا واي تربيع واحدة يبقى 30 اكس تربيع واي تربيع اللي هي رقم ايه؟ رقم ايه؟ واضح؟ لو واحد اخطا وانا 10 في 30 هيلاقي انها 300 هياخدها طب غلط. برضه السؤال اللي بعدها في نفس الفكره دي يا شباب اوجد برضه ال سي ام بس اجيب لك هنا ايه؟ عبارات جبريه 3 زد زائد 12 و6 زد زائد 24 الاول ده اعمل فيه ايه؟ نحلله ناخذ 3 ناخذ 3 مشترك اصبح 3 بقى لنا زد زائد 4 فاصله الثاني اللي هو ده يا جماعه 6 زد زائد 24 اخذ 6 ناخذ 6 مشترك بقى لنا زد زائد كام؟ 4 برضه. ها هنا هنعمل ايه؟ ال سي ام
6 زائد 4 ناخذها مره واحده. اوعى تقول لي 6 في 3. 6 قسمة 3 أستاذ، الستة من مضاعفات الثلاثة. أيوة صح كده يا عبد السلام، الستة يا جماعة هي من مضاعفات الثلاثة، يبقى أخذ الستة بس. وزد زائد 4 مكرر مرتين، أخذها مرة واحدة. زد زائد 4 ده اللي هو الإيه يا شباب؟ الليست كومن من الضايع. واضحة كده؟ أعتقد السؤال ده يوضح السؤال اللي فات، اللي ما فهموش فهم ده. طب هنا تبسيط برضه، تبسيط. يقول لك إيه؟ 10 على بي ار زائد 4 على ار. اوحد المقامات يا جماعه، المقام اهو اوحد، اوحد مقام بكام؟ خد برضه بي ار تربيع، ناخد البي ار. مش قلنا يا عبد السلام المشترك اخد منه واحده بس؟ لسه من شويه زد زائد 4 وزد زائد 4 خدت منهم واحده صح؟ ايوه عشان ماكسيم يجيني عدد. هنا ار وهنا ار، اخد ار واحده بس. يلا هنقسم بقى، عندنا البي ار اقسمها على بي ار، يعطيني واحد ان بي راحت مع بي والار راحت مع الار، واحد ضرب 10 فوق ب 10 زائد البي ار برضه يا جماعه قسمه الار. بي بي واحده يبقى بي بس، الار راحت مع ار، اتضرب في الاربعه اللي فوق يبقى 4 4 بي بي، يبقى 10 زائد 4 بي على بي ار مش موجوده هنا خالص في الاختيارات، يبقى هي رقم كام يا شباب؟ دي شايفينها؟ يبقى دي يا جماعه هي اللي صح. برضه يا جماعه تبسيط اهو، نبسط 6 ان على ان تربيع ناقص 9 ناقص 3 على ان زائد كام؟ 3. السؤال ده فيه فكره حلوه برضه، لازم يا شباب الاول ايه؟ يا استاذ انا لو فكيت اللي تحت هيجيني نفس اللي على اليمين صح؟ ان زائد 3 بس هيجي معاك مشتري كمان، وهيجي معاه ان ناقص 3. ايوه يبقى 6 ان على فك ده هيدي لها ان ناقص 3 في ان زائد 3 ناقص 3 على مين؟ ان زائد 3. يلا يا جماعه اوحد المقامات، يلا نخليها مقام واحد بس اللي هو مين يا شباب؟ ان ناقص 3 ده موجود مره واحده اهو خدته، وده موجود مرتين اخده مره واحده بس، ان زائد 3. لما اقسم يا جماعه المقام ده اللي انا جبته ده على المقام الاولاني هيروح مع بعض، ادينا واحد اضرب في 6 ان فوق 6 ان ناقص، لما اقسم برضه نفس المقام ده على المقام الثاني ده يا شباب ان ناقص 3 اضربها في 3. ايوه يبقى ان زائد 3 راح مع ان زائد 3، يبقى لي هنا 3 في ان ناقص 3. شوف 3 ان ناقص 9. ايوه نفك يلا يا جماعه اهو 6 ان ناقص 3 ان ادينا كام؟ هنضرب دي جوه 3 ان صح؟ ادينا كام؟ 3 ان 3 ان موجب 3. طيب سالب 3 هنا سالب 3 ادينا موجب ايه؟ 9 على مين؟ ان ناقص 3 في ان زائد 3 كده. بس اخر حاجه يا جماعه دي كده ابسط صوره لسه ما هشوف نختصر برضه، ناخد مين؟ 3 يبقى لك ايه؟ ان زائد ان زائد 3 على ان ناقص 3 في ان زائد 3 اهي، ده يروح مع ده يبقى لنا هنا يا شباب يبقى لنا 3 على ان ناقص 3 اللي هي دي، واضح؟ ده رقم بي. سؤال حلو يا جماعه، جميل جدا. طيب شوف كده اللي بعده، طلب ايه كمان؟ هو ده انت عايزه يا عبد السلام مش كده؟ هو انا طلبك؟ ايوه تمام. افكركم كده يا جماعه الاول، انا ذكرت كده مع بعض بخط التقارب الافقي والراسي. بالنسبه للراسي بجيبه منين؟ من المقام. بالنسبه للداله لو عندي داله وقال لي يا جماعه خط التقارب الراسي اشوف المقام اللي يخلي المقام بصفر. طيب بالنسبه للافقي يا شباب، ها الافقي بشوف حسب درجه البسط من اللي جنبهم على اليمين زائد او ناقص. دي لو هي على اليمين امتى؟ لو هي داله مقلوب مثلا زي ايه؟ اقول لك كده 2 على اكس مثلا زائد 5 مثلا، دي داله مقلوب. لكن لو في هنا رمز فوق اكس مثلا اصبح الداله ايه يا شباب؟ داله نسبيه صح؟ المقلوب اشوف اه لو في جنبها زائد او ناقص، لكن النسبيه اشوف درجه البسط درجه المقام. لو درجه البسط اكبر من درجه المقام لا يوجد خط تقارب ايه؟ افقي، لا يوجد.
فلو دبل هيلز بس يا جماعة أقل من دبل هيلز مقام يبقى هو مين؟ يبقى هو المنحنى واي بتساوي صفر لو محور إكس يعني. لو البسط أقل من المقام، طب لو البسط بيساوي المقام أعمل إيه؟ زي مثلا دي البسط يساوي المقام أعمل إيه يا شباب؟ يبقى الخط الرابع عندي هو الواي بتساوي المعامل الرئيسي للبسط اللي هو 2 مثلا مقسوم على المعامل الرئيسي للمقام اللي هو 1 أنا هتساوي 2 واي بتساوي 2 خط التقارب إيه يا شباب؟ أفق في الحالة دي واضح؟ فبنحاول كده نحل مع بعض. شوف المسألة بنختارها إزاي؟ جايب لي رسمة يا شباب؟ رسمة. أول شيء أبص يا شباب في الرسمة على خط التقارب اللي هو الرأس الأول. ركز في الرأس الأول يا جماعة اللي هو ده. الرأس ده كام؟ شوف كده ده صفر، هنا سالب 2. ما هو كام يا جماعة ده؟ سالب 1. أقول له كده أهو إكس بتساوي سالب 1. في المقام هنا أكتب تحت كام؟ لازم يكون موجب. زائد 1. أعكس الإشارة على طول. يبقى اللي فاهم مقام اكس زائد 1 يبقى استبعد اي حاجه فيها اكس ناقص 1 استبعد ده مستبعد ده واضح يا شباب كده واضح. طيب نيجي للبسط يا شباب للثاني الخط التقارب اهو الراسي اللي هو ده اهو ده عباره عن كام ده يا جماعه عندي كام بين الصفر والاثنين موجب يعني 1 يبقى ده واي بتساوي ايه واي بتساوي 1 صح كده. طيب يجي امتى ده يا شباب جوه نيجي امتى؟ الخط ده ها اذا عندك اما تكون داله يا جماعه داله مقلوب وجنبها زائد 1 يعني مثلا زي دي كده يا جماعه وهنا زائد 1 بس هنا ما في زائد 1 تبقى داله ايه؟ نسبيه واقسم المعامل الرئيسي لفوق على المعامل الرئيسي لتحت زي مثلا دي معامل رئيسي هنا 1 وهنا ايوه صح استاذ 1 على 1 يجينا 1 يدينا 1 يبقى هو ده الصح يا جماعه وضحت كده يا شباب؟ وضحت؟ تمام. والباقي كله زيها، بس خلي بالك السؤال ده فيه خطأ. حد يعرف يقوله لي هو يا شباب الخطأ اللي فيه؟ ها؟ السؤال فيه خطأ يا جماعة في إجابة، بس عايز أروح سريع البديهة كده يشوف على طول. مركز معايا. أول أنا يعني؟ ماشي. لما ارسم يا جماعه داله مثلا ايا كانت مقلوب او داله نسبيه ايا كانت مثلا اقول له مثلا 1 على واحد على اكس مثلا برسمها ازاي؟ خلي بالك برسم هنا كده صح قريب من الاكس والواي نفس الكلام هنا بس لاحظ جايه ازاي؟ دي هي جايه في الربع الثاني والربع الرابع يعني حصل لي ايه؟ يعني ده انعكس كده يا جماعه هنا في الربع ده وده انعكس في الربع ده حول محور اكس قلنا لما ينخط لما المنحنى ينعكس يا جماعه حول محور اكس بيحصل ايه؟ امتى ينعكس؟ ها لما يكون في اشاره ايه يا شرف؟ سالب سالب في اشاره سالب قبلها هنا كده سالب متذكرين الجذر التربيعي يا شباب كنت برسمه معاكم الجذر التربيعي لما كنت رسمته مثلا تيجي ايه؟ تيجي بالنظام ده لكن لو ده لو كان جذر اكس لو كان بقى سالب جذر اكس كان يجي من تحت انعكس حول محور اكس نفس الكلام هنا يا شباب فالرسمه دي غير مطابقه للحل الحل عشان يكون صح لازم تكون ايه تكون سهل واضح كده يا شباب دي الفكره في الدرس بس طبعا هو في السؤال اجابه جالك للاختبار تقريبا جالك ايه الثانيه تقريبا اتاكد بس منها اختيار كام الصح قال لي اختيار اربعه يا جماعه اختيار اربعه هو فعلا اربعه صح بس لو حط هنا سنه ايه يا جماعه اشاره بس هنا اشاره سهله فقط غير كده ما صحيح. طب هنا يا شباب الرسمه شكلها مش واضح شويه اهي الرسمه اول شيء ابص عليه مين يا جماعه اقول لك محور التقارب الراسي اللي هو ده اهو واسميه سالب 3 شوف هنا صفر سالب 2 اقول له اكس بتساوي سالب 2 اكس زائد 2 يبقى وانا برسم الداله تحت اكتب اكس استبعد اي شيء سالب 2 استبعد العكس كده اللي ده سالب 2 استبعد واستبعد برضه هناك ده اهي كمان بس عايزين نقربها شويه اهي طيب عشان بس ما حدش يقول ان احنا رسمنا حاجه غلط نمسح دي انا حركتها بس يا شباب طب بالنسبه يا جماعه للافقي الافقي اللي هو مين؟ ها حد عارف؟ لو في الرسمه ده اهي ده صفر اثنين كلام من ده صفر سالب اثنين هنا صفر
وهنا سالب 2 صح. خط بقى يا جماعه اللي هو ده 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 كام شايفينه؟ هذا صفر. ده صفر وده 2 هو الصفر اللي هو نفسه اسمه ايه؟ اسمه واي تساوي واي تساوي يا جماعه ها صفر صفر صح. طيب بدا بيجي امتى؟ اذا كان ده مقلوب ولا نسبيه؟ ممكن نسبيه لما يكون البسط درجته اقل من المقام. شوف مثلا دي ما احنا استبعدنا ده استبعدناه ودي استبعدناه خلاص بقى يا اما واحد او بي داي او سي. طيب هنا هي واحده ولا سي يا جماعه؟ بالنسبه لدي واي بتساوي كام من التقارب الافقي؟ واي بتساوي كام؟ اقول له واحد. واحد على واحد يساوي واحد. واحد. انما دي واي بتساوي كام؟ واي هنا زائد كام يا جماعه؟ ايوه استاذ لانه ما في زائد او يبقى بقى واي بتساوي صفر. وهي ده هي دي الفكره. فهمنا نجيبها ازاي نفرق بينهم ازاي؟ يبقى انا اول حاجه عملتها شفت خط التقارب الراسي اكس بتساوي سالب 2 يبقى في المقام هيبقى اكس زائد 2. استبعد اي حاجه غير كده يا جماعه اكس زائد 2 بس خدها. يبقى خدت اما الاي او السي. نيجي بعد كده نشوف محور خط التقارب الايه؟ الافقي اللي تلاقيه محور نفسه هو نفسه محور واي محور اكس لو واي بتساوي صفر. فده يحصل امتى؟ يحصل في حالتين لو هي داله نسبيه ودرجه البسط اقل من المقام. يعني مثلا اللي فوق اكس اس 1 تحت اكس اس 2 مثلا او مثلا معامل رئيسي فوق معامل رئيسي تحت او تكون من ايه داله مقلوب اللي هي دي. طبعا دي يا جماعه التقارب بالنسبه لها واحد على واحد يعني واحد لكن ده واي بيساوي صفر فهي اللي صح رقم ايه. مفهوم يا جماعه؟ لو في حاجه مش واضحه اعيدها تاني يا جماعه قولها تاني. نفس الكلام برضه نفس الشيء نفس الفكره بقول لي برضه اهو جايب لي رسمه هذه سالب 2 استبعد سالب 2 الافقي يساوي صفر. اول شيء اجيبه الراس هذا الراس عندي اكس بتساوي سالب 2 سالب 2 يبقى استبعد اي حاجه استبعد اكس زائد 2. طيب بعد كده يبقى اذا فيها سالب 2 دي شيلها اشوف الافقي نشوف الافقي يا جماعه عندي مين الافقي؟ ها؟ عند الصفر واي بتساوي صفر واي يساوي صفر يبقى ده بيحصل لي في حالتين واي بتساوي صفر عندي حالتين اما تكون داله نسبيه والبسط اقل من المقام او تكون ايه يا جماعه؟ تكون داله مقلوب بيكون تحت المقام اكس زائد 2 فوق هنا ايه؟ عدد ايا كان العدد ده 5 6 ايه العدد يفرق في حاجه يا جماعه لو جبنا مثلا 5 هيفرق في حاجه؟ مجرد اتساع راسي او تضييق راسي بس مش اكتر اتساع او تضييق يا جماعه. يعني لو بترسمها مثلا الرسمه بدل ما هي جايه لك كده لا ممكن تتعمل تبقى جايه بعيده شويه بعيده شويه يا جماعه حسب العدد اللي قدامي ده اتساع بس. طب نرفع بس سنه صغيره اهي فين اللي فاكس يا شباب؟ ليه مين الصح؟ دي الاخيره. طيب هنا زائد صفر مفروض وفيها كمان حاجه ملحوظه كذلك يا معمر فيها ملحوظه مهمه برضه اللي هي ايه؟ ها السالب استاذ واحد انه هي سالب يعني بالمعكوس دي معكوسه حول محور اكس لازم يكون سالب يبقى السؤال يا جماعه صح الرسمه دي صح 100% تمام غير اللي قبلها كانت ناقصه سالب ناخد ايه؟ ناخد الدي اللي صح او قال لك 4 صح هنا ندرسها برضه كده يا شباب ندرس بس هنا الراسي صفر الراسي عندي اللي هو اللي هو اللي بسميه اكس بتساوي صفر يعني في المقام اكس عندنا في المقام اكس. طيب بعد كده الافقي عندك يعني معناها ايه يا جماعه ده هنا زائد ايه لازم يكون في زائد واحد زائد واحد, زائد واحد. الحاجه الثانيه يا جماعه الحاجه الثانيه انها ايه؟ معكوسه معكوسه حول اكس معكوسه صح؟ نفس الكلام معكوس بدل الربع الاول والثالث لا الثاني والرابع لا في ثالث هنا في رقم سالب يا جماعه اي مكان رقم ده استاذ ما في الا سي لازم تكون سي سي هي اللي صح يا جماعه سي هي اللي صح واضحه يا شباب؟ طيب شوف طب اللي بعدها كانت عامله ازاي؟ الدي طبعا دي غلط يا شباب
دي تحت غلط. انا بقول لك اهو اكس تحت المقام معناها ايه؟ خدت تقارب عند اكس بتساوي سالب 1، يبقى دي غلط. السي هي اللي صح. الاجابه برضه هي السي صح. بودي هنا منع التغير المسرعه. استاذ طردي. طردي ليه طردي؟ افكركم بس يا شباب، طردي عباره عن ايه؟ لما تلاقي لانه ثابت ضرب اي شيء. زد تتغير طرديا مع مثلا اكس، لما تلاقي زد بتساوي ثابت في اكس. استاذ عندي 30 يا جماعه، يبقى دي ايه؟ تغير ايه؟ طردي. اذا كان واي تغير تغير عكسيا مع اكس، وكانت واي بكذا لما اكس بكذا، تمام. اقف لحد كده اول ما اقول لي بس ان اهي اول شيء اسوي القانون حقنا، اسوي واي واحد على اكس 2 يساوي واحد مثلا على اكس 2 صح. ها واي 2 على ايه؟ على اكس 1. لو كنت عكست مفيش اي مشكله، قلت له واي 2 على اكس 1 الاول، او قلت اكس 2 فوق على واي 1 مش مشكله خالص. هو اعكس ابدل الارقام دي يا جماعه، اعملها ازاي؟ اكتبها صح. شوف بقول لك هنا ايه؟ واي بتساوي 2 لما اكس بتساوي 10، يبقى اعتبر دي واحد. هذه واي 1 واكس 1. طب واي 2 بكام؟ واكس 2 بكام؟ بقول لك اوجد واي لما اكس بتساوي 5. اكس 2 بتساوي 5، يبقى دي مطلوبه. عوض بس يا جماعه كده، عوض واي 1 ب 2 على اكس 2 اللي هي كام؟ 5 بتساوي. واي 2 مطلوبه، واي 2 على اكس 1 اللي هي ايه؟ 10. ضرب التبادلي يا جماعه، يلا تبادلي. او ممكن نستخدم استاذ اقدر اشوف انه الخمسه صارت 10، فاكيد الاثنين حتصير 4. تمام صح صح. اضرب دي في 2 فوق وتحت، جميل. في 2 في 2 بطريقه عادي جدا، يبقى عندك اهو. او في طريقه ثانيه برضه، ماشي 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 حلو. واي بتساوي عندك 4، لو برضه عملت ضرب تبادلي هيك صح بقى عندك، سواء ده او ده. طبعا دي مسائل حاجات سهله يا جماعه. حل المعادله يا شباب، المعادلات اتفقنا اول ما اجي احل المعادله بعمل ايه؟ لازم المقام يكون متوحد. اجيب الاول اجيب اللي هو الايه؟ واحد المقامات، اوحد المقامات عندي باي طريقه تعجبك، او اجيب اللي هو المضاعف المشترك الاصغر للمقامات واضرب في بعضه برضه صح. ده صح وده صح. يعني لو حبيت اوحدها مره واحده، المقام عندي بواي زائد 4 مضروب في كام؟ واي ناقص 3 صح؟ بعدين اقسمه على المقام اللي هنا. ممكن تعمل ايه؟ طريقه ثانيه برضه، ضربت ضربت ده في ده خلاص، ضربت ده في ده. اضرب 2 في الكلام ده و6 في الكلام ده. تيجي صح معاك على طول برضه. يبقى 6 واي ناقص 3 ناقص 2 في كام؟ واي زائد 4. كده بيساوي كام يا جماعه؟ بيساوي 3 صح؟ على 1. نفك كده يا جماعه، نفك مع بعض. بس هكتبها فوق عشان المكان تحت مش هيكفي. هكتبها فوق هنا يا جماعه. 6 واي ناقص 6 في 3 بكام؟ 18 ناقص سالب 2 في واي بسالب 2 واي، سالب 2 في 4 بسالب ايه؟ 8. 8. نغير اللون عشان ما نلخبطش نفسنا. يلا تحت يا شباب اللي تحت، اضرب في بعض كله، واي في واي واي تربيع الحد الاوسط اللي هو 4 واي و 3 واي، ادينا ايه؟ 1 واي صح كده؟ 4 في 3 سالب 12، كل ده بيساوي الطرف الثاني كام؟ 3 على 1. يلا يا شباب ضرب تبادلي، هضرب 3 في اللي تحت هنا كله في ده، وواحد في اللي باقي كله كمان. 3 واي تربيع زائد 3 واي ناقص 6 وايه؟ 3 في 12 بتساوي 30، هتساوي 6 واي ناقص 2 واي يدينا 4 واي، سالب 18 سالب 8 يدينا سالب كام؟ 26. طب نجمع كله مع بعض يا جماعه، يلا يبقى 3 واي تربيع. شوف كده 4 واي دي روح هنا بالايه؟ باشاره يا شباب سالبة، سالب يبقى سالب واي. طيب سالب 26 يجي هنا بالموجب، يبقى موجب 26 سالب 36 يدينا كام؟
سالم ها 10 10 احل الهدايا 10 على 11 استاذ على 11 من 11 دي يا شرف انا سعد سعد استاذ قاعد اجاوب منين انا جبت انا هفك الاكواس دي يا سعد هفك الاكواس هنا اي بس استاذ تقسم بينهم قوسين يا استاذ ايوه الثاني رقم 26 وقاعده تحول 26 دقيقه فعلا 26 دقيقه جبتها الطرف الثاني راح تركب موجب مع 36 يبقى 26 موجب 36 سالب عشان في الاخر سالب 10 سالب 10 كل سالب كتير سالب 10 زي كده ماشي اهي سالب 10 افكها يا جماعه اهو افكها 3 حوالي تربيع معناها ايه 3 حوالي تربيع معناها واي مضروب في 3 واي صح كده طب ال10 كام في كام يا جماعه ممكن 2 في 5 ممكن 5 في 2 او 10 في 1 10 في 1 او 1 في 10 نجرب كده نقول مثلا ايه 5 مثلا في 2 مثلا الاشارات دي سالب مختلفين الكبير زي الاصغر مين الكبير يا جماعه مين الكبير هل هقول له كده هنا كده بقت 5 واي ولا هنا 6 واي من الكبير الخمسة ولا 6 الستة طب بتيجي ازاي 6 دي يا شرف لما احط سالب في الاثنين فيهم انا احط سالب مع الكبير احط مع قوس نقول اول في اول الثاني ال6 دي يا جماعه لازم اجيب سالب 6 اهو يبقى سالب 6 ماشي يبقى مع القوس نقول فيهم عشان اجيب السالب ما هي 3 موجبه في كل الاحوال صح 3 موجبه يبقى مين اتغير الاثنين يبقى سالب 2 وضحت سالب 2 يا جماعه هنا زائد يبقى الحل عندي اما ايه يا استاذ يعني واي و2 القوس هذا يعتبر اكبر من 3 واي زائد 5 ايوه القوس الاكبر ليه اضرب كده الطرفين في بعض واصلين في بعض الطرفين هيدوني 5 واي والوسطين يديني كام؟ وسطين 6 واي قال لك خلي سالب مع الكبير الاكبر 6 ولا 5؟ 6 اخلي معاها سالب معاها سالب ايه؟ طب عشان اجيب اخليها سالب دي يا عبد السلام احط السالب في الثاني ولا في الاول؟ خلي بالك هنا 3 اهي 3 سالب في الاول صح؟ ينفع اخليها سالب 3؟ موجب في كل الاحوال اول رقم في القوس موجب فاهمني؟ ايه دايما 3 موجب يبقى غير مين؟ نغير الاثنين دي هي اللي سالب يبقى الثانيه موجب يبقى الحل عندي اما ايه وايه يا شباب؟ اما واي بتساوي 2 او ها 3 واي زائد 5 بتساوي صفر ودي 5 الطرف الثاني يبقى 3 واي بتساوي سالب ايه؟ 5 قيس مع 3 واي بتساوي سالب 5 على 3 يبقى الحل عندي يا جماعه 2 موجب وسالب 5 على 3 2 موجب وسالب 5 على 3 هي كام؟ اللي هو الدي 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 كان من الدرايه نشوفها اهي يا جماعه 2 موجب وسالب 5 على 3 اقولها تاني لازم يعني تحل بايدك انت تحل بايدك توصل بسرعه معنا طيب هنا متباينه يا جماعه متباينه المتغير كيف كان أحسن؟ هنا عندي متغير في طرف واحد. أول شيء أعمله في المتباينة إيه يا شعب السلام؟ أول شيء. أول الأكبر من اللي يساوي. هشوف الأول لا قبل دي كمان هشوف ها القيمة المستثناة. إيش اللي حول الصفر؟ المستثناة اللي عندي الإكس بتساوي كام؟ هو 5 موجب 5 موجب 5 اللي هي إكس أو إم أصلا عشان هي إم. لو حطينا يا جماعه هنا ام دي بخمسه هتبقى 5 ناقص 5 بصفر. يبقى القيمه المستثناه هي ايه؟ تقول له 5. بعدها اشتغل يا جماعه يلا اعتبر ده هي علامه الايه؟ يساوي واشتغل. 9 مقسومه على ام ناقص 5 يساوي 3. عندي كسر واضغط ضرب ايه على طول؟ تبقى تقول لي مباشره ما فيهاش اي مشكله. اضرب ده كله هنا. يلا يا جماعه 3 ضرب ام ب 3 ام. ضرب 5 ب 15 9 ضرب 1 6 هودي يا جماعه في الطرف الثاني 15 موجبه 3 ام تساوي 9 زائد 15 4 وايه؟
20 اقسم على 3 اقسم على 3 اما تساوي 8 تمام. عندي كم قيمه كده يا جماعه؟ ام بتساوي 5 وام كم؟ عندي 5 و8 و8 تمام. امسح السبوره خلاص مش عايز الحاجات دي مش محتاج كل ده. هعمل ايه يا جماعه هنا؟ هعمل خط الاعداد اهو نحط اكس مره هنا ب 5 وهنا ب 8 هجرب ارقام اكبر من 8 وبين 5 و8 وارقام ايه يا شباب؟ اقل من 5 اول شيء نجرب 9 نجرب ال 9 ماشي 9 يبقى عندك فين هنا يا جماعه؟ اقول له ايه؟ 9 على 9 ناقص 5 4 9 على 4 ناقص لا مش ناقص اقل من اكبر من على طول او اقل من 3 اكيد كده. 9 على 4 فيها كام؟ 9 على 4 فيها 2 وباقي 1 يبقى 2 وربع. 2 وربع يا جماعه اقل من 3 ولا لا؟ ها؟ صح صح يبقى دي صحيحه يبقى المنطقه دي تبعنا تبع الحل. طب ناخد رقم ثاني بين ال 5 وال 8 يا جماعه 6 خد اصغر حاجه على طول. ايوه نقول 6 مثلا اكتب تساوي 6 اهو صح هيطلع 9 على 1 ونجرب كده نجرب 9 ام 6 زائد ناقص 1 يبقى 9. هل 9 ده اقل من 3؟ ما هي اصغر من 3 غلط. طب ناخد رقم بين ايه؟ اقل من ايه يا شباب؟ اقل من 5 4 ناخد 4 يبقى 9 على 4 ناقص 5 بسالب 1. هل هي اقل من 3؟ دي هيبقى في سالب اهي يبقى سالب 9 صحيح اقل من 3 صحيح صحيح. دي منطقه حل بره. فالحل عندنا اللي هنا يا شباب الحل عندي ام اكبر من 8 او ام اقل من 5 اقل من 5 يبقى هي ام اكبر من 8 او اصغر من 5 اللي هي رقم ايه؟ دي هنا صح واضحه يا شباب؟ اهو ده سؤال